4000 قتيل، حصيلة ثقيلة لإرهاب الطرقات، سجلتها المصالح المختصة على المستوى الوطني، رقم تم عرضه خلال الحملة التحسيسية التي نظمتها جمعية السلام المرورية مدة شهر كامل، والتي كانت شارة انطلاقتها من بلدية خميس الخشنة بولاية بومرداس. ونظرا لأهمية الملف، الأهمية التي أعطيت من طرف الدولة فيما يخص هذا الملف من أجل وقف النزيف الدموي الذي من يوم إلى آخر يتضاعف. أرقام مرعبة حاولت الحكومة التصدي لها، فأدرجت نصوصا جديدة ضمن قانون المرور الجديد، قوانين تضمنت سلما للتنقيط يحتوي على 24 نقطة وكيفية خصمها في حال ارتكاب مخالفات مرورية. هذا الرخص استيقاب التنقيط فيه 24 نقطة راح تساهم قوة عن طريق أنه الساق دائما يقوم بتحييل المعلومات نتاعو. إجراءات مشددة تدعمها العلبة السوداء التي تضع السائق تحت المجهر وتجبره على الالتزام بجميع شروط الوقاية للسلامة المرورية. هذه العلبة السوداء تم أي مراقب أو مراقب أمن في الطريق يمكن الاطلاع عليها، يوقف الشاحنة أو السيارة أو الشاح أو الحافلة حتى يتعرف على مسار هذه المركبة. حوادث المرور في الجزائر دفعت البلد إلى مصافي الدول الأكثر تضررا من هذه الظاهرة، وتبقى إجراءات الوقاية والتوعية بها كفيلة للحد منها، ولعل أفضل تلك الإجراءات إدراج مادة التربية المرورية في المقرر الدراسي.